مرحبا بكم في هذا الشرح. غادي نتكلم لكم على واحد لا تكنولوجي انتريسونت اللي سميتها LXD. ف LXD هي واحد لاكوش دو جيستيون فوق لي كونتينر LXC في لينكس. ف LXD تعطينا مجموعة من الامتيازات. نقدروا نكريو دي كونتينر، نقدروا نكريو دي ماشين فيرتوال KVM، ونديفينيو لي زوبسيون ستوكاج الريزو الى اخره. فاذا كنتو تتوفروا على آلة واحدة مثلا طلبة وتحتاجوا العديد من لي ماشين فيرتوال، فتنصحكم تجربوا هاد اليكس دي، حيت لي ماشين اليكس دي سي جوست دي كونتينر، ما تيكونسوموش بزاف ديال الرام. وفي ماشين بحال هادي تقدروا تكريو واحد العشرات من لي كونتينر في ام بسهولة، في حين ان لي كي في ام فهي محدوده بلا ميموار، لا ميموار فيزيك اللي كاينه في لا ماشين، لان لي كونتينر ما تيستخدموش لا ميموار توتال اللي معطيه ليهم. ف مثلا لا ماشين تتوفر على 8 جيجا، تقدروا تلونسيو 20 ديال لي ماشين كونتينر بلا ما توفروا على 20 جيجا ديال الرام، اين كونديسيون ما يخدموش ما كونسوموش 100% ديال الميموار لي كونتينر كاملين. هاد لابخوش فهي فاليد ايضا حتى بالنسبه للكافيم، غير هي ايفيتي اون برودكسيون. اما بالنسبه للطلبه ولا الناس اللي تدير دي تجارب فهاد الامر ماشي مشكل. كما تلاحظوا ف اليكس دي تخدم فوق لينكس فوق الكيرنل، اما في لو مود ايبرفيزور كافيم ولا في لو مود كونتينر. يعني لا ميم لين دو كوموند بالنسبه لي دو، سواء فو جيري دي ماشين فيرتوال كي في ام سواء دي كونتينر اليكسي. هو مسيبورتي في واحد العدد من لي ديستريبيسيون على الرأس ديالها اوبونتو، لان اوبونتو هي اللي تدعم التطوير ديال هاد التطبيق. كما تتشوفوا كانونيكال بوان كوم الشركة ديال اوبونتو. هنا بعض لي زيماج باغ اكزومبل البين، ارش، امازون، بيزي بوكس، سانتو ويست دو بيان الى اخره. كيفاش غادي نبداو مع اليكس دي؟ غادي ندخل لا ماشين، واحد لا ماشين à distance اللي ديجا خدام فيها اليكس دي. ف لا كوموند فهي اليكس سي، ف اليكس سي هي واحد لا كوموند بغو اللي تات انترفاسي مع البانيفو ديال لي كونتينر اليكس سي في لينكس. كما تتشوفوا كاينه ستارت ستوب ريستارت رينيم بابليش نيتورك. Par exemple, LXCLS. A de la commande à liste lina les conteneurs. Les conteneurs LXC, on a le type IMA container ou la virtual machine. Bas tu l'installes Ubuntu FWSL. Est-ce qu'il faut faire snap install LXD, LXC, LXD ou la apt-get install, ça marche aussi. هنا بعد لي توتوريال كما تتشوفوا سودو سناب انستال اليكس دي. ف اليكس دي هو الاسم و لا كوموند الاسم ديالها اليكس سي، اليكس دي هو الديمو و اليكس سي هي لا كوموند. هنا واحد المقال تنصحكم تقراوه. فهاد لا سوليسيون اليكس دي هي تقريبا شبيهه باوبن ستاك من ناحيه الاركيتكتور، يعني معزول فيها ستوكاج والريزو والكمبيوت. يعني تقدروا ديفينيو النومبر دو بروسيسور، الميموار ا يوتيليزي، كيل كونفيغوراسيون ريزو الى اخره. اكتبوا لا كوموند مره اخرى اليكس سي سون اوبسيون
نديرو اليكس ايماج ايماج اليكس ايماج ليست. هنا بعد لي زيماج كاين البين كونتينر و البين فيرتوال ماشين. باش لونسي واحد ليماج تنديرو اليكس لونسي ايماج ايماج جو فير البين نسخة فهي 3.15 ام تي 64. الى درت في ام الى عطيتو الفلاغ في ام تيكريي كا في ام. الى سوبريميت فلاغ في ام تيكريي ليا كونتينر. وقبل ما نلونسيو هاد لا كوموند بهذا الشكل غادي نديرو LXC network ls. هنا تعطينا لي بروفيل ريزو. هادو سي دي سي دي بريدج سي دي كارت ريزو فيرتويال نقدرو نكريوهم نسميهم LXC A بريدج 0 B C D E ونعطيوهم ان سو ريزو. ومن بعد نروتيو هاد لو سو ريزو ولا ديريكتومون نعطيوه لا كارت ريزو ريال. نكتبو if config ف لا كارت ريزو لي مكونكتيها مع المودم هي هادي ان بي 3 اس 0. مرة اخرى الكسي نتورك ليست ف هي هادي. نرجع لا كوموند اللي كتبت فين هي لا كوموند. ندير إليكسي ستوريج ليست خصني نديفيني لي ستوكاج يعني هاد الكونتينر سور كيل ستوكاج غيتدار. كما تشوفوا هنا مديفيني جوج ديال لي ستوكاج هادي باغ ديفو و اون اوتر يعني ما في البي تي ار اف اس ولا دير كاينه اوسي زد اف اس. المهم تديفيني ولا استراتيجي دو ستوكاج يعني لي زيماج و لي كونتينر فين غيكونوا و الريزو و لا كونفيغوراسيون تاع لانستونس و لانستونس ديمار. هنا غادي نديفيني ليه اس ديفولت و ان ليميت العدد ديال لي كور ليميت ميموري ندير 2 جيجا. لونسي لا كوموند ديالي اوكي. كما تشوفوا معايا ف ها هي دمرت لانستونس فهي دو تيب كونتينر في نفس لو سو ريزو اللي مكونكتي مع المودم. دوبي ان اوتر تيرمينال غنتيستي بان بينغ كما تشوفوا خدام. الان لا كوموند الاخرى هي الكسي اكزاك ندخل لو ستاد لانستونس ندير اس اش ندير ابي كا اد باش السوف اش طوب انستالي بعد الادوات اوكي انستالي اس اوبن اس اس اش. نكتب هاد لا كوموند اس اس اش دي ندير اس اس اش كيجن اوكي. نجبد باش باش ار سي هادو بعد لي زوبيراسيون لي تندير في البين باغ ديفو. تنكوبي هاد الباش ار سي من اوبونتو تيلون تيرمينال
وتيديفيني اليوزر والهوست. اوكي وبدلو ليه اللون. هنا اللون يقدر يخدعك تكون خدام في هاد التيرمينال. باغ ايغور تمسحو فوالا. فاللابتوب عندو لون خضر والفي ام لون مغاير. اشنو بقى؟ غادي ناجوتي لا كلي اس اس اش هاد لا ماشين البين ديفيني اون باسورد للروت حيت بلا بيه ما غاديش تخدم. نتاكد مره اخرى من لادريس. اوكي ستارت. كما تلاحظوا معايا فالان حنا دخلنا لهاد لا ماشين. كاينين 4 ديال لي بروسيسور كيما ديفينينا و الميموار 2 جيجا. من بعد غادي نخرج دابا الان انا في السيرفر ليكس ال اس. ها هي لا ماشين ديال هاد التوتوريال. نقدر نكوبيها بكلشي ليها نقول ليه ليكس كوبي توتوريال 1 توتوريال 2. غير هو باغ ديفو ما غاديش يديماريها. غادي نقول ليه اليكسي ستارت. تنظن هذا هو الشرح بالعربية الوحيد اللي كاين حول اليكسي. ديجا اون مارش. اوكي كما تلاحظوا معايا خينا الان 3 ديال لي ماشين كونتينر اليكسي. مره اخرى نرجعوا نتاكدوا واش خدامين. اي بي وشحال 112 سا مارش اوسي. كما تلاحظوا فعند واحد التومبليت تيغنومي بها الهوست نيم. هنا تقدروا ديروا باش هو التيرمينال باغ ديفو سي سا فوز انتيريس. هذا ديجا غوندون هنا اون سوبريمي. اوكي في ام 3 كما لاحظتوا معايا في هذا الشرح السريع شفنا كيفاش طلونسيو هاد لي كونتينر اليكسي. لا كوموند هي لانش. فوالا هادي هي لا كوموند لونسي اون ايماج من هاد لو تيب. سميت لا ديستريبيسيون la version, l'architecture, le nom, storage, réseau, configuration. Écrivez la commande LXM rara. Vous pouvez dire import, export, exporter home. Faites la commande fichier de la chabi hab docker. Est-ce que nous pouvons dire? Nous pouvons dire config. Config config get. Non, config edit. Enfin, config edit smith l'instance. T'entrelo le vim ou la nano fait le hala. وتنموديفيو في هادو فيشي يامل ديال لا كونفيغوراسيون.
هو شبيه بكوبرنيتيس ستيل ديالو، سي دي فيشي يامل. نقدروا باغ اكزومبل هنا موديفيو لا رام، نديرو 4 جيجا لا رام، كنترول اكس ايغريك اكس سي ال اس، موديفينا ال 1، نديرو ريستارت اكس سي ريستارت. Non, 210 كما تلاحظوا معايا فموديفيات لا رام ديال الكونتينر. تقدروا تاجوتي دوتر كارت ريزو، هنا دايرين اون سول كارت ريزو تي اش 0 اللي هي بريدج مع لا كارت ريزو ريال، والمودم هو اللي تعطيها اللي سميتو تعطيها لادريس اي بي من تاع السي بي. هنا نقدر نوريكم هذا المودم 4G على حساب لا كونفيغوراسيون اللي دايرين نتوما في التي اش سي بي. اجيو هنا لان سولون الروتور اللي عندكم ولا التكنولوجي اللي تخدموا بها. هنا دي ماك ادريس، لا الا بغيت ديروا هاد السيرفر خفتو التي اش سي بي بقيت يبدل الادريس تقدروا تفيجيوها من هنا من الماك، فيجيوها من هنا من الماك. غادي نديرو ليه اجوتي سكان سي ال بين توتوريال 1، غنفيجيو هادي 110. يعني مرة اخرى الى رو ديمارات لا ماشين غادي هاد الكونتينر غتبقى عنده هاد 110، ما غاديش تبدل. نقدرو ناجوتيو دوطخ كارت ريزو بالنسبة للكونتينر ونخليو هادا ريزو اكسترن، و اون اوتخ ادريس اي بي و اون اوتخ كارت برونشي سور ان ريزو انترن ولا بار في بي ان. LXC Network LS هنا غادي ليستي لينا باغ اكزومبل ان ادريس ديال الفي بي ان، وغيكونوا هادوك لي ماشين فيرتويال تي مابيو في هاديك لادريس. تقدروا تكونيكتيو دي ماشين فيرتويال في ان سيرفور مع دي ماشين فيرتويال دان اوتر سيرفور في بلاد اخرى ولا في ان ريزو ديفيرون. اون غرو LXC هو هذا تنديفينيو فيه ستوكاج والريزو، نقدروا نبوبليو دي هاد لي زيماج لي تنموديفيو، نقدروا نكريو دي تمبليت دانستانس. يعني هاديك الخدمه اللي درنا في الاول ديال انستاليو اس اس اش ال سوف اش توب كدا، غنديروها مره وحده ونكونفيرتيو ليماج لون ايماج تمبليت ونبوبليوها بحال كيما دايرين هنا في هاد الريبو. كاينه البين اوبونتو سانت اويس، كاين اوسي جو بونس روكي لينكس تا هو اوراكل، يا بريسك تو. نقدر اجي نخلي نفس هاد لا كونفيغوراسيون، نقدر نزيدها تيغي تيغي في ام، غادي يكري ليا اون ايماج كي في ام ولا كي في ام. اوكي غادي نبدل ليه السميه، نسميها كي في ام في ام. صراحة النسخة قديمة اللي عندي نسبيا، المهم فهمتو البرانسيب. بلي مشطر راجي إليكسي إيماج إل إس هاد النسخة هادي ما عنديش ألبين، نقدر ندير أرش
نقدر ندير ارش لينكس. المهم نفس الفكرة، هنا غادي تبدل اسمي لا ديستريبيسيون، غنديرو هنا ارش لينكس نقلب هنا على ارش لينكس حتى هو كبير، غادي خصنا نتسناوه تيليشارجا. المهم فهمتوا الفكره، تنديرو سميت ديستريبيسيون ديسترو هنا الفيرسيون هنا الاركيتكتور، واللي مهم هو في ام تيغي في ام باش يكري لينا دي ماشين كيويمو. كما تلاحظوا في بعض المسائل اللي كنت نجرب في هذه الاله، فهاد لا ماشين فهي نود ديال كوبيرنيت كما تلاحظوا ماشين فيرتويال، وهنا تيليستي ليك لي زانترفاس ريزو لي فوسط هاد لا ماشين، كاين دوكر كونتينر جي وفلانيل او تي سي دي، تقدروا تاجوتيو اي عدد بغيتو ديال لي زانترفاس ريزو فوسط لي زانستونس وتليهم بيناتهم. ليكسي مرة أخرى، جينيرالمون فيها واحد التكنولوجيا زوينة وسهلة، تقدرو تكريو دي سناب شوت، ديرو دلا ريستوراسيون ديال لي سناب شوت، ترونوميو إن انستونس، تقدرو تخدموه في مود كلاستر، يعني بليزيوغ سيرفور إليكس دي سونتراليزيهم في واحد. يكون هو الماستر حتى يخدم بارابيجي، وتقدروا تعيطوا ليه من دي لونغاج دو بروغراماسيون فيا لا بي تكريو هاد لي زانستونس. كان هذا واحد الشرح سريع حول هاد لا تكنولوجي مسمات اليكس دي، كيفاش تكري دي زانستونس اليكس دي اكسيدي ليهم via SSH وشكرا.